صباح الخير البنات، صباح النور، صباح التيسير يا اختي، وصباح الورد وصباح الفنون لكم كاملين. الشمس ضاربه فيا، تنطلب تنقول يا ربي تصب الشتا، يا ربي تصب الشتا. والو كتصبح الشميشه، كيعجبني الجو ديال الشتا. صبحنا على الويفي وما عرفتش الضو يا اختي. فقيه بن صالح وماشي تيتسالوك الشهر، كيجيبوا لك غاد الشهر هذا ديال هاد الشهر، تيديروا لك عاجل غيقطعوا لك الضو تيخلعونا. والله الا مول فانورمالمون انا فاش كنت ايامات تيجيك هاد الشهر والشهر الاخر، لما خلصتي الشهرين الشهر الثالث يديروا لك عاجل زعما كاين. دابا لا، شحال هادي كانوا هاد الشهر والشهر الاخر تيديروا لك عاجل، دابا ولا تيجيك هاد الشهر تيديروا لك عاجل، غيتقطع لك الضو الا ما خلصتيش. يعني الا ما خلصتيش في تيعطيوك ديك المهله ديال ما عرفتش شحال من يوم تتقطع عليك الضو، خاصك تخلصي شهر بشهر. الا ما خلصتيش الشهر ما بقاش شهرين ولا 3 شهور، واش يديروا ديك عاجل بالحمر. شدتها الورقه، شدتها ناده يمكن لا نور هانيه، تقول يا ماما الضو. قلت لها لا راني يلا مخلصاه. قالوا لي راه جاتك الضو، راه الورقه الاخرى خصني نصبق ونقاد اموري نخلص. جبت الناده الحرشه باش كتبغي تفطر قبل ما نسافر، بغيت نسافر البنات غدا ان شاء الله مع الفجر. الله يسهل على الجميع. فين خارجه حنيني؟ نمشي بعدا كاين هو الاولى، خلصت الويفي نمشي ندي لنادا الحرشه باش تفطر، وعاد نعاود نخرج نخلص الضو ونشوف شي حاجه خاصاني ونتقدى البنات. نور هانت تتوهم ليا على البنان، تتوهم على العصير. نتقدى البنياتي باش ما تخسر حتى شي حاجه ان شاء الله يا اختي، ونسافر واحد نغير نقضي شي شغالات عندي. ايوا هذا هو، شتو الشميشه ضاربه ليا. انا اختي جيت للدار، جوج بعدا الخوص هاك اختي، ندير لكم الطاجين العجين للغدا. واش بغيتي ما دايره واه قلت لكم الصباح غادي نخلص الضو، لقيت الورقه ديال الماء، الورقه ديال المنظومه على 24/1/2024، ولقيت الورقه ديال الماء الصباح فين؟ لقيتها في الباب. واه هادشي مضوبل على 4 مرات، داكشي اللي مولف تيجينا مضوبل على 4 مرات، مع العلم اننا ما دايرين به والو، ما عندنا لا عرس لا مناسبه لا ما مصبنين مانتا المانتا وصبنو من غير في سميت بابا نصبرو في المصبانة. واش غنقول ليكم؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. صافي فين واحد القرادة؟ شنو غير شنو تدير؟ ياك تنقول لك هاد البوطة هادي عطيتي قرش تدير الخبز، تدير الخبز ديال لي طاس تدير فيه النوتيلا، الخبز ديال تاكوس رانا راسي مقلوب والله العظيم. قربنا واحد البصيله كملوا اش كتعاود؟ كتعاود نور هانت تعاود ليا على الامتحان. 2 جاي موحد، 2 جاي عندنا في الصباح العربيه والتربيه الساميه، عربيه والتربيه الساميه وهذا الجمعيات، وفي العشية ما نقراوش باش نمشيو نتسارحو اختي. عاد في 3 في الصباح عندنا رياضيات نشاط العلمي وفرنسي واكدونغاز، وفي العشية ما قاريش. صافي حافظة حافظة والله ينجحك يا جماعة، والله انت حافظة. ماما غيديرو لنا ترتيب الكليات.
يا ربي يديروا لينا بالعربية. فرنسي مش كديرة. لا 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 بغيت عربية. لا بالكاسولة. بغيتش نجلول. نور هان عدها الموحد. حافظة بعدها ولا لا؟ حافظة حافظة. ها؟ حافظة سبيتي وكنيتي. كي جاتك تنعس حدايا البارح؟ ما حسيتش أصلا. ما حسيتش ولا مبيتة دافية وبيتة. انا قطعت بصله نمشي نضرب على واحد الطاجين حيت انا كنت ديال ربعه المانطا سمعنا. المهم نمشي البنات الطويجين العجيب كندير فيه البصله شويه الزيتون الثومه قزبر ومعدنوس كندير فيه العطريه والبطاطا حتى كيطيب مزيان عاد كندير البيض وكندير الفرماج كيعجبنا هذا بزاف وصراحه هوايا يعني ديال الزربه شي حاجه الزربه حيت حنا داخله مع الجوج والصنور مع الجوج عاد كنغسل في الماعن دابا ردي الطويجين كنغسل في الماعن شتو زادتني حتى هي على ما بيا زادني صبعي على ما بيا هو التليفون عمر تبعيات سنحاول صبعي 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 مشى ليا تا هو يلا والله ليلى اش نقول لكم ليلى يلا سيدنا محمد رسول الله شو باش تشمع على الخضره الخضره مقطعاها وليحين نسكافي ليحين الليمون وبغي نهز نجمع باش ندير في الميكا مع الموس محطوط تحسب لي واش شي حك شي غطا ديال شي حك ديال الطون ولا جابدينو البنات الساعه لقيتو موس بعدا الحمد لله ملي جات فيا انا ما جاتش في البنات يا 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 دابا باش نشوفو تما زال تيخرج الحمد لله عرفنا علاش رفدات ياكو الحمد لله هذا هو مشي ختي نعصمها ونجلس بلاتي نتسرح بين ما تحبس ليا الدم هذا باش نكمل قلت زعما كي نكمل هذا الشيء قطعت القزبر والمعدنوس ونقطع الكرافس بغيت نوجد على حساب قلت زعما ندير شويه ديال الحريره بالليل ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ونجمع البوطاجي وننقيو باش ملي نخرج نخلي الساحه مقاده نمشي نجيب البنات داكشي اللي خاصهم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله تمشي نجلس دابا بلاتي بعدا نكمل يلا قول قول اختي اوا طويل وجد اي اختي هذا لا غد قلتي تاكلي عاد طلبتيني باش نديك غديني يلا قلتي تغداي واش غديها ديني يا ربي وعشيه نجيب وحده خارجه من خمسه واخ شش كنت تشطح نور زقات زقات عاود عاود ديك الشطحه اللي كنتي كتشطحي لا لا شطحه عجيب وعطيت لك بيت قول اقسم بالله العلي العظيم يا هز بطاطا انا نزيعها وحده لا هذا ديالي باش ما يديرش حاجه مزيانه كوزينه خليها الطاجين العجيب البنات غادي ياكلوا نور انا نخليها البراد نخليها راه ترجع وانت انا ضاربه صبعي غتكثر باقي الدم باش تحبس يلا كولوا كولوا بنيات نمشي نشوف اشنو نشقع عاوتاني تعطلتو غنمشي فحالي يلا حيد الله يلا بنات صباح راكم وتوليو كامله تسوقوا هبطي اه نور هنا شو زعما كيراها واعره تنتسناو في نادا تهبط اختي انا جيت مشيت تخديت جبت لبناتي سميتو المعكرون عزيز على ميدا وجبت الكيكه نديرها لهم في البلاستيك باش ما تكرمش
انا اختي نورهان باش ما تدوش لي. نورهان يا نورهان جبت الزيت ما يتسالى لهم الزيت. جبت لهم بسكويت. انا قريعه ديال الماء نبغي نشربها في الطريق. اصليا هادو غادي نديرهم وبطبيعة الحال غادي نخدمهم حيت نورهان الى لقاتهم غادي تاكلهم اليوم والله العظيم تاكلهم في العشيه. متخليش ليهم الوقت فين يبقاو حتى الغدا. خديت مطيشة خديت مطيشة باش ندير ليهم الحريرة. نحاول ندير ليهم الحريرة للعشاء باش بنياتي ياكلو ويشبعو مع راساتهم. خديت الدقيق ديال النخالة وخديت السميدة. السميدة كنبغي ندير بها الحرشة بنادة والدقيق ديال النخالة. ندير ليهم خبيزات زيت خصو لي تسالى ليهم شي حاجه. ايوا نبداو اختي على بركه الله ندير الحريره. نجبد الكرافس حتى هويا نقادو نقطعو ونعجن العجينه هي الاولى. اول حاجه العجينه انا هنايا خليت الفرماج وخليت الخميره محطوطه. غادي نديرهم دابا كيلو كيلو 35 ليرة أطفال ترى 10 دراهم مطيشة. ندير أختي الزيت نقول لها صوت حريرة خمسين درهم نضرب عليها نعجن هو الأول العجينة حيت العجينة كتشد الوقت. هاد الخبيزات هادو اللي غندير داكشي علاش جبت ليهم داك على صبعي تاني. هادشي علاش جبت الخبز بالنخالة وندير واحد الخبيزات زوينين شهوة منهم. بقاو معايا البنات انا نوري لكم مقادير طريقة التحضير. المهم هنا اختي غادي نبداو على بركة الله. غناخد واحد الزلافة ديال الماء الماء دافي بطبيعة الحال البنات. غادي ندير ليه واحد المعلقة ديال السنيدة. ندير واحد خميرة معجونة عفوا. نديرو شوية الملح البنات. ندوبو ديك الخميرة. غادي ندير واحد مقدار ديال جوج معالق ديال زيت الزيتون. هيا اختي غادي ندير you
من بلاصه هي سالينا العجينه كتجي جاريه بحال هكا كيف ما شفتوا. صافي غادي نسد عليها سوبيره وغادي نخليها تخمر حتى كتخمر لينا وكتقع فيها الحجم ديالها. هذا باش نجبدوها البنات. ها هي العجينه بلاتي نورج لكم خمرات. انا هنا راه سميتو وجدت اختي الفرباج وجدت الزيتون اللي غادي ندير فيها وجدت حتى قزبر ومعدنوس على حساب الحريره الكرافس وجدت. المهم ها هي السوبيره ديالنا اللي درت فيها العجينه. شعلت الفران سخنت واحد شويه حيت دابا الوقيته ديال البرد. شعلت الفران البنات سخنت واحد شويه وطفيت عليه ودرتها باش كتخمر بالزربه يعني ما كتشدش ليا الوقت بزاف. هانتوما شوفوا كتخمر تضعف الحجم ديالها. انا هنا شنو غادي نشد هانتوما شفتوا كيفاش كتولي. غندير سميتو فيه الماء هنايا البنات. غادي نشد الزيتون الزيتون الكحل هنايا مقطعه غادي نديرو وغادي ندير شويه ديال الفرماج باش كنديروها في السوبيره باش بعدا كاين السوبيره كنقاد فيها. غادي نوري لكم كيفاش غادي نطوي وكنسد عليها باش كتخمر مزيان. المهم كنشد ها نتوما واش باين ولا لا كنشد كنطوي بحال كنطويها كنجي الجهه الاخرى كنطويها حتى هي بحال كنطويوها البنات على أربعة. صافي وكنخليها نعاود نغطيها ثاني البنات ونخليها تخمر واحد شويه لمده ديال 10 دقائق ونعاود ندير لها نفس العمليه. وليني صافي راه درنا فيها الفرماج والزيت وداكشي اللي قسم الله درناه المره الاولى. صافي كنبقاو نكرروا غير العمليه ديال الطويان ديال الجميع الطويان وكنخليوها كتخمر واحد شويه. دابا غادي نحطها تخمر ونعاود نجبدها. سالينا الحوايج تاهما خاصة الماكينة هي الماكينة هي خاصها شي غسلة هي هاديك. وليني من بعد نكون مسالية ونطلع دابا الحوايج نشربهم ونهبط بما تقادات ليا مطيشة نطحنها نوجه الحريرة ونجفف جيفيفة وليدي قبل ما ننساش نويدة لا ننساها في المدرسة ونخليها. البنات ها هي اختي البواطه ديالنا راه درت ليها هذيك العمليه خمسه ديال المرات هانتوما كيف ما كتشوفوا. يعني غادي نشد يا اختي شويه ديال الدقيق انا راه غربلت وقبيله كان فيه والو الدقيق خاصنا. انا درت غير ديال النخال الدقيق الكامل البنات غادي غادي نشدو غادي نبداو يا اختي نقطعو نحاولو نديرو مع التمنية نديرو بحال ما هكا البنات. غادي نحطها انا من بعد غادي نوري ليكم
اوكي حيت نحاولوا ندير واحد الكره. صافي كنبدا نحط كندير انا واحد سميتو واحد المنديل في الطاوة، واحد المنديل في الطاوة وكنبدا نحط فيه. هانتوما ها هي درتها هنايا، نبدا نديرلها بحال هكا ونغطيوها البنات ونخليها تخمر وترتاح واحد الشويه بين ما خمرت، وعاد باش غادي نديرها في ورق الزبده وندخلها للفران. معرفتش علاش ولات تطيح ليا الكره، المهم انا طفيت الضو هنايا نشوفو. انا اختي غنهز الخبيزات وي ما عرفتش مالو الماء ولا تيجينا غالي، ماشي داكشي اللي كان تيجينا، الضو ولا تيدير تتهبط الكره. المهم الفران البنات راني مشعله دابا الى درجه ديال الحراره ديال 200، غادي غير يسخن وغادي ندير فيه سميتو وغادي نهبطو ل 180 درجه وندخل فيه الخبيزات. البنات عرفتو طلعت ليا القرده للسطح، والله العظيم عرفتو شنو داير معايا الضو اليوم، راه ما يمكنش كل شويه كل شويه كيتقطع، بقاو ليا واحد جوج خبزات هنايا كل شويه كيتقطع ليا الضو. زهر هذا لا زهر لا ميمون، خلاه الواحد لا زهر لا ميمون. المهم طيبنا الخبيزات ديالنا ها هما البنات، انا رايحين سخانين هو يا راه الا كنتو درتوهم بالفورس طبيعه الحال غادي يطلع ليكم، وانا حيت راه ما درتش فيه الفورس درت كيف ما شفتو الدقيق الكامل يعني بالنخاله. ها هو اختي الخبيزات راه قطعتهم هنايا، نسخن المخمار نحط الحريره ونعيط على بناتي وهاد جوج هاد جوج اللي بقاو ليا هنايا هما مازالين تيتحمروا تيتحمروا على خاطر والله العظيم عرفتو طلع ليا الزعف بزاف. هانتوما ها هو الخبز، شتو البنات كيفاش كيجي، راه كيجي من فوق كيجي من فوق وكيجي فيه سميتو بحال بحال مضروب بالموس، راه طلع ليا الزعف ما بقيتش كمل التصوير والله العظيم. وما الوارى خصو حتى تيبرد وعاد تقطعيه باش كيبان لكم دوك الفراغات سميتو، سورتو الا كنتو دايرين النخاله يعني الا كنتو دايرين الفورس يعني غير ديال الفورس راه عرفتو كيفاش كيولي كيكون غليظ كيكون منفوخ بزاف، هذا حيت فيه النخاله كم عارفين النخاله ما كيتنفخش بزاف، ولكن واخا هكا كيجي صحي وكيجي لذيذ بزاف. انا اختي غادي نمشي نحط الخبيزات نسخن المخمار نحط البيض، درت البيض لبناتي ونحط لهم الحريره حتى هي ساليته. البنات هنا يا اختي حطيت الطبله، فينا هو راسي حطيت الطبله وسنعيط على بناتي والله ما بغاو يهبطوا، ماشي ما بغاوش يهبطوا تيبقاو يتلاهاو. ندى يا هبطو وصل بلا تيبرد نورهان، هبطي اختي نورهان خفن زربد يلا هبطي حبيبتي هبطي. هاي اختي حطيت الحريره حطيت الشباكيه سلقت البيضات قديت سخنت المخيميرات وهذا الخبيز اللي قادينا ايوا ونجلسو
والحريره بطبيعه الحال دائما الحريره ديال 10 دقائق البنات. شو خفن زربن خفن زربن اليوم مامتي ما كايناش. مول فمول تذوقها تقول يا زوينه درتيها بداك الخميره البلديه اللي تدير هي داك الدقيق الحامض هي باش كتجي حميضه كتجي زوينه. كاين اللي تيقول لها الحريره الحامضه، حنا كنقولوا لها الحريره العاديه الحمراء حيت كاينه حريره اخرى ديال كاين اللي تيقول سميتو داك الحسوه ديال الشعير وداكشي كيقول لها هي الحريره. المهم تختلف في المناطق. واهلين ولا لات البنات يا الغزاليه الفنه ديالي. اجي حبيبتي جلسي جلسي يا بنيتي نعستي خويتي جيتي عيانه كل هادشي لا قسم الله ايها طبعا خيمي سخون خبيز بالفرماج والزيتون زويون تا هو البنتي ها هزي اللي عجبك الكوبيتي. حنا رانا هذا عزيز عليها المخمر مع البيض. انا يا اختي انت اش تبغي فين هذا اللي طيبش لي الزيت بيض درته هنايا وبعدين هذا حلفت لها هي هبطت خليها يا انت راك الفنون كويت الله خليك ليا جيبوا معاك كادو ليا واش بغيتي نجيب لك اختي ها اختار من هذا الكادو من الصباح وانا في الكوزينه نور هي تنشطه نوجد لك باش تشبع القريشه الله حفظك ليا كويتي الله البنات نسالي ولد الحريره نجمعو الميعنات ونقادو ونعاودو باش الصباح اليوم الساحه نقيه. نعس ليك واخا.